الله. لا أحد. قدم سلاح. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا اله الا الله الشهيد حبيب الله. لا اله الا الله الشهيد حبيب الله. لا اله الا الله الشهيد حبيب الله. رحمه الله. إننا نقف اليوم لنودع الشهيد بإذن الله تعالى الملازم الأول بن خليفة فيصل ابن مدينة فرند البار الذي انتقل إلى جوار ربه يوم 24 جويلية 2023 إثر تأدية مهامه النبيلة بالمشاركة في إخماد الحرائق وإسعاف المواطنين والأهالي بمنطقة بني كسيلة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا وذويه جميل الصبر والسلوان. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تبحث عن ابنها بلهجة، فلما وجد كما ذكر مفجر الثورة التحريرية أول نوفمبر، فما عسانا أن نقول، ما عسانا إلا أن ندعو الله لك ولزملائك. فعار لا اله الا الله اجمع حل الصقال واحد في اجمع محمد لا اله الا الله 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 لا اله عظم الله وجركم. ربي يرحمه ويوسع عليه. هذا ابنك راه شهيد الواجب الوطني ان شاء الله من اصحاب الجنه. اللهم يا ربي اختمه بالخير. وهذه تعازي سيادة اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية وجميع المستخدمين العسكريين للناحية العسكرية الثانية. ربي يعطيك الصبر ان شاء الله. الله يعطيكم الخير. الله
الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المفلحون. هذا شهيد الوطن، هذا ابني ما وجدعي داعكم، هذا ابن الوطن، استشهد مسكين، الله يرحمه ويسعده، ادعوا له بالرحمة، وادعوا لما بالصبر، ادعوا لما بالصبر، الله يرحمه ويسعده، الله يعطيكم الخير، ما يرحمكم، يرحم والديكم، الله يهديكم. السلام عليكم، الله يرحمه إن شاء الله، والله يجعله من أهل الجنة إن شاء الله، وربي يغفر له إن شاء الله. وراه شهيد عند الله، راه شهيد عند الله، ودعوا له بالرحمه ان شاء الله، ادعوا له بالرحمه ان شاء الله. الله يرحمه، السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرحم المخلوق ويوسع عليه ويرحم كاع الزملاء، والله يصبر والديه والوليد هذا ثاني مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ونعاونهم بالرحمه، هو والزملاء تاعو كاع المساكين اللي ماتوا كي كانوا في الوطن، يعني كانوا يسلكوا كانوا يخدموا. الله يرحم المخلوق برحمته الله الواسعه، انا لله وانا لله ما اعطى ولله ما اخذ. الشهيد انا تربى قدامي الله يرحمه. كولد مولادنا، والله يرحمه ويرحم صحابه اللي ماتوا معه، والله يرحم قاعد اللي بدا عمره الوطن هذا، والله عز وجل بيجيب الصبر لوالديه وعائلته. وفرنده هذه هي مدت ولادها وولادها ولاد الجزائر، والحمد لله. الله يصبر الوالدين توعه، الله يصبره، هذا هو يا اخي، الله يجعل بيصبر الوالدي. انتم لكم حاضرين، الله يجعل بيخلصكم، الله يخلصكم ان شاء الله، راكم واقفين وحاضر واقفين، الله يجعل بيخلصكم، الله يقوي خيركم، الله يشدكم في حذاكم، الله يقوي ايمانكم، الله يسج حذاكم، الله يجعل نلقاكم مع ربي يكون زين دائما ان شاء الله، انتم واقفين في هذا الباب، الله يجعل بيخلصكم. نحتسبوا الشهيد ان شاء الله للوطن وفي الدين وفي كلش، وقع هو والزملاء تاعه والشعب، حتى الشعب المواطنين اللي ماتوا الله يرحمهم جميعا، إن لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمهم وعظم الله أجر قاع العائلات اللي توفوا، إن لله وإنا إليه راجعون. الشاهد من صغره باشوش ويضحك وانتيليجو قاع مع الناس، هذه اللي كنا بين كان بيدخل القفص تاع الزواج وما مكتبش ربي ان شاء الله. ان شاء الله اللي هي لهذه اللي جاتنا حاجه مفاجاه، لا غفله، خلعه الحقيقه، خلعه. احنا نقول الله يرحمه، هذا كان في واجب الوطن، وهذا الاجل تاعه تم خلاص الحمد لله. ان شاء الله يصبر والديه، الله يصبره، والجوارين كاع راهم تحاول منا حقيقه خلعوا، الله يرحمه، والله يجعل الله يحفظ البلاد والعباد، لحفظ البلاد والعباد، لهذا كان في خدمة الوطن، راح في خدمة الوطن، والفنان الجيش اللي فما ولا الدار كلها، الله يحفظهم إن شاء الله، الله يحفظهم. فيصل نطلبوا له الرحمة، الرحمة ليه والأخوة اللي استشهدوا معاه، والله يصبر والديه، يصبر بوياه وماه وخاوته، ويصبر كاع العائلة، وإن شاء الله الله يجعل كما قلت لي يبقاو المجاريح، ربي يشافيهم، والله يحفظ الجميع، والله يثبت الجميع، السلام عليكم.